عندهم، ومش عارف الفترة الجاية هيكون في مباريات ودية ولا لأ، لكن الواضح ده هيكون بناء على الجديد ايه، تطورات الموقف هتكون ايه، ده اللي هنشوفه خلال الساعات القادمة يعني. لكن خلينا نوصل ونروح الجزيرة مع مراسلنا العزيز شريف شعبان عشان يقول لنا كل الجديد هناك والكواليس اللي عنده في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا شريف مساء الخير عليك. تحياتي يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا عارف انك قاعد في النادي من الصبح يا شريف، ومن الناس اللي دايما بتتابع كل حاجه اول باول. ايه الجديد عندك في النادي بشكل عام وبعد كده نخش في التدريب؟ انا اقول لك ان التمرين كان في الرابعه عصرا، يمكن بخلاف يا شريف يعني الاهلي بيتمرن نظرا لما هو قادم من مباريات، منتظرين هنشوف باذن الله اول مباراه للنادي الاهلي هتكون امتى. النهارده كان تمرين بدني شاق قوي جدا، كان المفرح فيه ان مروان محسن شارك بجزء كبير جدا من التمرين، ولكن عندما بدا بقى الالتحامات في التمرين على طول غادر المران وبدا يجري حوالين الملعب بمفرده، طبعا حرصا على سلامه وجهه من اي احتكاك في الوجه. لحد باذن الله لما القناع يوصل في خلال ثلاث اربع ايام هيكون مروان جاهز لاداء التمرينات بكل قوه مع لاعبي الفريق. النهارده مستر بايرن الحريص يكون معاه خط الدفاع بالكامل عشان الاهلي يعرف يطلع الكوره سليمه من تحت. النهارده عمل تمرين تكتيك هايل، النهارده لقى قبول كل المتابعين للتمرين. عاوز الراجل او تعليمات النهارده كانت واضحه جدا ان لازم خط الدفاع هو اللي يبدا بخروج الكره بشكل سليم بشكل سريع من لمسه واحده، فالنهارده كان حريص بفقره من فقرات التمرين اما انفرد بخط الدفاع في حوالي 25 دقيقه، وكان حريص انه يخلي التمرين سريع، حريص ان يكون التمرين بتاع لعيبه النادي الاهلي سريع ما يكونش فيه ارتدادي الخلف. وبعد هذا التمرين التخصصي يمكن انفرد بقى بباقي اللاعبين وعمل لهم تمرين تخصص على الجول، اختمها بتقسيمه في وسط الملعب تالق فيها بشده لفت الانظار وليد سليمان، احمد الشيخ، حسين الشحات، لاعبين كثيره النهارده، ولكن كان على راسهم وليد سليمان اللي احرز كذا هدف لفت يمكن كل الحاضرين، يمكن كله كان بيصفف بحراره عشان حلاوه الاداء اللي كان بيحرزها النهارده وليد سليمان. يمكن تعيين مستمر لكريم نيدفيد لمحمود متولي، خلاص بيتكلم محمود متولي يمكن الاهلي مش مستعجل عليه، قال له براحتك خالص في البرنامج بحذافيره ما تستعجلش في خط دفاع في لاعبين كثيره مش مستعجلين خالص على رجوعك، ارجع واحده واحده بلاش تدوس على نفسك علشان ترجع. فالجهاز الطبي بيتعامل مع محمود متولي بكل حرفيه شديده. كريم نيدفيد في المرحلة النهائية بإذن الله في الرجوع. النهارده تمرين الحراس كان قوي جدا لإكرامي والشناوي ولعلي لطفي، يمكن مدرب الحراس حريص إن يبقى في أسك مربوط في وسط الحارس ومربوط في القائم علشان خاطر رد فعل والقوة للحارس ويقدر يتعامل مع الكرة العرضية عادي ويتعامل مع التصويبات عادي في رد فعل يعني للحارس، وفي نفس الوقت يبقى بيدي قوة أكتر لحارس المرمى. يمكن تمرين حراس المرمى ملفتة للنظر، ثلاث حراس بيأدوا التمرينات بكل قوه وبكل نجوميه، يمكن الثلاثه لافتين النظر اذا كان الشناوي او اكرامي او علي لطفي اللي بيجاريهم بكل قوه وما يقلش حاجه عنهم خالص. ثلاث حراس باذن الله الفتره القادمه هتلاقيهم على مستوى كبير جدا لحراس مرمى النادي الاهلي. يمكن السيد عبد الحفيظ مدير الكره كابتن سيد طبعا انفرد النهارده مع كابتن شريف اكرامي كابتن الفريق، يمكن في جلسه استمرت حوالي خمس دقائق، يمكن دي كانت كواليس تمريننا. التمرين بدا في الرابعة ويمكن استمر حوالي ساعة ونصف، يمكن كان في شغل النهارده من الأيام الجميلة النهارده اللي تستمتع فيها في مشاهدة المران. مستر فايرال بيستني أي كبيرة أو أي صغيرة إلا بيتكلم فيها على طول، بيتكلم على طول، بينبه كل الجهاز الفني المعاون كله بيتكلم، كله حريص النادي الأهلي يظهر في أبهى صور ليه مع أول مباراة قادمة بإذن الله. زميل أمير معاك رئيس استفسار. طيب انا كان في استفسار مع بدايه المداخله يا شريف وكنت بسالك عليه، وفيما يتعلق بخلاف المران بقى انت قلت لي على اخبار المران خلاص، لكن فيما يتعلق باي امور او كواليس جديده قد تحدث او ممكن تكون حدثت في النادي الاهلي وانت موجود من النهارده الصبح في مقر النادي الاهلي بالجزيره، خصوصا بتكلم يعني بالتحديد على فيما يتعلق بموقف الدوري المصري والنادي الاهلي بخصوص هذه المسابقه. بص زميلي امير، يمكن مجلس اداره النادي الاهلي طبعا اصدر بيان من كام يوم، طبعا الكل ملتزم بهذا البيان، ولكن اتحاد الكره الى الان القصه كانت في ملعبه، المفروض اتحاد الكره كان يطلع علينا ويوضح لنا
هل فعلا كان في تأجيل أمني طلع الصورة من الجواب الأمني؟ هل اتحاد الكرة هو اللي أجل الماتش؟ اتحاد الكرة تجاهل خالص الرد، اتحاد الكرة ما ردش خالص إلى الآن على النادي الأهلي. اتحاد الكرة كالعادة يمكن بيواصل مسلسل اتحاد الكرة السابق، يمكن اللجنة الخماسية اللي بتدير الاتحاد على نفس النهج، يمكن يعني تفائلنا خيرا لما طلع رئيس الاتحاد اتكلم في احد البرامج التكشو وشدد على المواعيد بانتظام وشدد على ان يكون الدوري ماشي بالساعه وبالثانيه، ولكن عند ذات الدوري كل شيء بيحصل فيه اختلاف. عند ذات الدوري بتلاقي الامر عكسه على طول، الراجل بعت جداول وقال لك احنا حصلنا على موافقات امنيه في اول الموسم خلاص المباريات كلها هتتلعب في مواعيدها بالظبط، بقينا بتاجيل مباراه. فالى الان طبعا ما فيش رد فعل من النادي الاهلي، النادي الاهلي عمل رد فعله خلاص في انتظار قرار اتحاد الكره اللي الى الان ما صرحش او ما اتكلمش او حتى اجتمع. معرفش ليه، مستني ايه، مش عارف. اتحاد الكره هيتحرك امتى برضو مش عارف. فمنتظرين اتحاد الكره يعني يرد علينا ببيان او يوضح الموقف، اسباب تاجيل المباراه اللي محدش عارف الى الان المباراه اتاجلت ليه. يعني ظهرت لنا صحيفه كبيره زي صحيفه الاهرام وقالت ان قرار التاجيل ما كانش قرار امني، يمكن اتحاد الكوره برضه ما فكرش يرد عليهم. بعض الصحفيين الكبار اتكلموا ان كان قرار التاجيل جاي من اتحاد الكوره من قبل الامن، وبرضه اتحاد الكوره ما فكرش يرد عليهم الى الان. فلغز اتحاد الكوره، يمكن لغز الصمت، لغز كبير بيدور في اتحاد الكوره المصري. ونطالب اتحاد الكوره المصري ان يطلع ويوضح موقفه ويقول ليه المباراه تاجلت الى الان، ويوضح ان الدوري هيمشي الفتره الجايه ازاي، لو مش في تاجيلات ولا مش في تاجيلات، القصه تمشي ازاي. فمنتظر اتحاد الكوره يرد، وانا اشك ان اتحاد الكوره يرد يعني. تشك. ماشي، انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل.